مشاهدين الكرام، السلام عليكم. نقدم لكم في هذه الحلقة من برنامج الأهواز القسم الثاني من احتفالية ذكرى الرحيل الشهيدين منصور الأهوازي ومحمد نواصري الذي أقامها حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي. وتخلل هذا القسم من البرنامج كلمات كل من حامد الكناني بالنيابة عن نفسه، ووجدان عبد الرحمن بالنيابة عن مركز دراسات الأهواز، وشريف حويزي نيابة عن حزب التضامن فرع الخليج، وعدنان سلمان نيابة عن حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي لاختتام الحفل. فلنشاهد معا. فغابت عن الأهواز فرحتها، ورفرفت راية الأحزان في النادي، وغاب منصور فالأهواز باكية، ودمع كارون حاكى دمع بغداد. منصور شهم أبي مخلص بطل، شبل تحدر من أصلاب آسادي، مبجل الأصل من عدنان ملبته، كالليث يرصد أعداءه بمرصاد. وفي محمرة الأحرار تعزية للثائرين على أتباع الإجحاد، كأنها في بحور الدمع سابحة، حزنا تحير في أحزانها الحادي. وداهمتنا صروف شأنها عجب، وفاجأنا بموكن دون ميعاد. فغاب من غاب في غيبوبة فجعت رهط النشامى بأبطال وذواد. وغاب منصور فالأهواز باكية، ودمع كارون حاكى دمع بغداد. والماجدات على منصور باكية في هضبة المجد والجود والجلعاد، دموعها أصبحت حمراء قانية كالجمر تقدح في خدي فرصاد. والحزن كالبحر ممتد ومضطرب، والدمع كالنهر بين السفح والوادي. وموت منصور في منفاه ذكرنا عيش المهجر في وعد وإيعاد، ونعم من صار في درب العلا ومشى حرا طليقا سريعا نحو إسعاد. ونعم من ثار ضد الظلم في بلد كثورة الريح ضد الكفر في عاد. وليرحم الله منصور الذي بعثت من موته شعلة في جيش أطوادي. أخواني، الآن يأتي دور الأخ أبو نزار الشاعر ورئيس موقع كارون الثقافي، فليتفضل مشكورا. أيها الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الشيخ محمد كاظم نجد الزعيم الروحي والزعيم الديني للشعب العربي في عربستان، آية الله الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني رحمة الله عليه، ما أدري شو أقول وشو أسولف. حقيقة المحاضرة كانت غنية من كل جانب، ورجل تكلم عن التاريخ، عن الحاضر، عن الأحداث اللي جرت علينا، عن المصاب اللي جرى إلى وفاة المرحومة شقيقته. وقبل لا أدخل بموضوعي، أطلب منكم لمرة أخرى
أن نقرأ الفاتحة على روح شقيقته ووالد الزعيم والشهيدين الرمزين اللي جمعنا اليوم من أجلهم. رجاء رحمة والديكم تعالوا الفاتحة. أبيات من الشعر الشعبي تحت عنوان لا وداع. المقطع الأول يقول: من مشيت بلا وداع وسافريت، من مشيت بلا وداع وسافريت، سالت دموعي على خدي وقلبي شبت نار وسطو من حياتي أيست. من مشيت بلا وداع وسافريت، سالت دموعي على خدي وقلبي شبت نار وسطه ومن حياتي أيست. من مشيت وفارقتني وأنا ضايع بالمنافي، شايل كوار القضية وألم غربة ولوم أهلي، كني لحظة ترددت. من مشيت بلا وداع وسافريت، عدت للماضي وحسبته وبعد ما كملت حسبتي، وكني منها تأكدت. لملمت حيلي ونخيتك وشكبنت شكبان همي، وانت كنك شيلتني وساعدت بس ما حكيت. من مشيت بلا وداع وسافريت، بسمتك لزقت بعيني وضمديت جروح قلبي ودربكم عاوديت ودربكم عاوديت. المقطع الثاني: من مشيتوا بلا وداع وغير موعد، دمعتي تيزاب نزلت وقامت بخدي تسرد. من مشيتوا بلا وداع وغير موعد، وتر فكر انقلب طوره وظل حزن واهات ينشد. من مشيتوا بلا وداع وغير موعد، مفتش وضاعت حالتي والدرب ما قمت اوجد. من مشيت بلا وداع وغير موعد، اتعاهدت روحي ويا نفسي الظلم حزنه ولون فاها العيد غربه ما تعيد. من مشيت بلا وداع وغير موعد.